فين الناس يا جدعان؟ فين الناس عشان نبدأ نشتغل؟ بسم الله. طيب احنا هنعمل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله هنشتغل النهاردة رسم ترومبلوي والطريقة ازاي وازاي احنا نشتغل، وهنعتبر ان هو فيديو بس عشان لو طولنا شوية يبقى الفيديو مسجل وموجود على القناة عندي، ممكن نرجع له في اي وقت ان شاء الله. طبعا هتكلم بطريقة بسيطة جدا وسهلة، بحيث ان ناس كتير بتسألني ازاي ان احنا نرسم ترومبلوي او ان احنا نعمل زخارف روماني وازاي نظبطها، ازاي نعمل التدريج، طب بنشتغل على اي اساس. انا هشتغل بالوان باستل. طبعا الفكره ان اي حد ممكن يشتغل، يعني انت كرسام تشتغل باي الوان، بس انا هعمل بالالوان. طبعا احنا ما بنشتغلش على الجدران بالباستل، طبعا بنشتغل بالاكريليك او بالالوان الزيت، ولكن احنا هنشتغل دلوقتي على اساس ان هي تجربه، زي ان احنا نرسم زخرفه معينه، زي نبدا ندرج الوان، ايه طبيعه الالوان اللي احنا بندرجها مع بعض. هنحاول على قد ما نقدر نوصل الفكره، ولو في حد متواجد معانا في حاجه مش واضحه هيسال، وان شاء الله نتشاور مع بعض ونوصل للمعلومه في الاخر باذن الله. طبعا في البدايه رسم التصميم، انا نصيحتي لاي حد بادئ ان هو يرسم ان هو يحاول ينقل من صور. طب ازاي انا ابقى رسام وانقل من صور؟ عادي جدا تنقل من صور لاسباب كتير، اهمها ان الرسام اللي رسم الزخرفه دي او اللي رسم التصميم ده تعب فيه جدا وبذل فيه مجهود وبذل فيه وقت، انت بتاخد المعلومه على الجاهز. فدي دي اول ميزه، يعني مش حتى ان انت بتسرق تعب حد، لا، ان انت وفرت وقت ووفرت جهد. فيما بعد مع كتر الممارسه والتعود انت خلاص موضوع رسم التصميمات ورسم الزخارف هيبقى بسيط بالنسبه لك. الحاجه الثانيه ان انت بتظبط النسب، بتظبط الابعاد، بتتعود على شكل الورقه، على شكل المخ، على شكل الزهره، على اشكال كتير، بتبقى الموضوع ميسر بالنسبه لك. كبدايه، لان لو الواحد، انا لسه بادئ مثلا النهارده اول يوم ارسم زخرفه رومانيه، وبدات ان انا ارسم، حتى لو حاطط الرسمه قدامي لا دورانات بتظبط معايا ولا ابعاد ولا النص اليمين زي النص الشمال ولا الكلام ده كله، فده بيأثر طبعا على شكل الرسمه. انت نفسك لما بتشوف الشغل انت بتتعقد، ما بيبقاش جواك دفع. لو انا جايب تصميم جاهز ونقلته، بدات اكبر مثلا واشفه على الحيطه او على لوحه في ايا كان طبيعه الشغل اللي انا هعمله، بعدها بيحصل ان انت بتحس ان الرسمه مظبوطه خلاص. انت لسه اصلا ما حطيتش الوان، بس احساسك ان الرسمه مظبوطه بيديك دفعه وبيساعدك ان انت تعطي الرسمه اكتر وتبذل فيها مجهود اكتر. كانت دي اول واهم حاجه ان انت تعملها عشان تبدا تشتغل صح. فانا دلوقتي هبدا ارسم رسمه بسيطه معاكم، نحاول ان هي الرسمه دي نظهر فيها موضوع الظل والضوء وتدرج اللون، وازاي ان انا كده مثلا صورة باينة ولا مش باينة.
دي مثلا احاول برضو احددها باللون بحيث ان هي تبقى ظاهرة معانا. ده مثلا نموذج بسيط لزخرفة الألماني. طيب أنسب لون في المجمل لرسم الزخارف الروماني اللي هو البني ودرجاته، البني ودرجاته طبعا يمشي إن أنت تعملها بأزرق، بأخضر، زيتي، أسود، رصاصي، اي لون حسب المكان طبعا وحسب ديكور المكان اللي انت بتشتغل فيه، مفيش اي مشاكل. بس انا بتكلم على الغالب الاعم وانسب حاجه بتكون موجوده اللي هو البني ودرجاته. يعني مثلا انا عندي درجه البني دي الدرجه الحمر شويه، وبتتدرج للاصفر الاكسيد او الاصفر الاوكر، وطبعا مفيش غنى عن الابيض اساسي. أبدأ دلوقتي أحدد الرسمة. باللون البني مثلا. أعتقد كده الرسمة واضحة. طيب هيبقى على أساس عندي في الشغل كانوا 4 وبقوا 2 3 وبعدين 2 بقى معايا حاجة تكسف يعني. بس هو الفيديو موجود بقى لأي حد يجي في أي وقت. هعمل عندي حاجة اسمها الاتجاه للإضاءة. طيب ايه اتجاه الاضاءة؟ يعني انا مثلا هتخيل ان الاضاءة جاية من اليمين او جاية من الشمال او جاية من الاعلى، فهختار زاوية اضاءة عشان اقسم الورقة، اعمل جزء فاتح وجزء غامق وابدأ ادرج الالوان عندي. اختار طبعا الاتجاه اللي يريحني، المهم الاتجاه اللي انا هختاره احاول ان انا امشي معاه في كل الرسمة بقى، في الزخرفة عموما امشي على نفس الاتجاه. يعني في حد مثلا هيبدأ يشتغل زخرفة روماني، أول حاجة هيعملها بعد ما يرسم التصميم بالشكل اللي أنا رسمته ده مثلا، هيبدأ يرمي درجات الغامق لو هي ألوان زيت، ما عندوش مشكلة إن هو يشتغل يرمي كل الغامق في الرسمة بالكامل، وبعدين يبدأ مراحل العمل اللي هي التسريح والتدريج. يعني مثلا أنا دلوقتي اخترت زاوية اللي هي تخيلت ان الاضاءة جاية من هنا، واخترت زاوية لو انتهى بالغامق، انا كده رامي اللون بس لسه ما سيحتش ولا درجت الوان. نجيب بس منديل. طبعا الموضوع بالالوان وبالفرش بيبقى اكثر راحة وفي الأداء كمان. لما اجي اسيح حتى وانا شغال بالألوان، انا رميت الغامق هنا مثلا، فانا من طرف من نهايته او اللي هي ناحية درجة الفاتح وابدأ اسيح تدريج اللون بالشكل ده كده، واحاول اسحبها مع اتجاه الورقة. كل دي مراحل بدائية لتجهيز العمل. تمام.
كده انا سيحت اللون اللي هو اول درجة، درجة البني الغامق تقريبا بالشكل ده. واللي عايز اوضح برضو ان الرسم بالالوان بيختلف عن الرسم بالباستل، ودي اول مرة ان انا اشتغل باللون الباستل، ولكن هي بس لتوضيح تدرجات العمل، بس عشان اعرفك انت ايه الخطوات اللي انت هتمشي عليها في العمل. تبدأ بقى بعد كده لو هتجيب درجة وسط ترميها بعدها على طول، واللون اللي هيبقى غالب أو مميز للرسم اللون الأصفر الأوكر، وسيحه مع درجة البني. المهم إن أنا أحافظ على اتجاه الغامق، المكان اللي فيه اللون الغامق أحافظ عليه إن هو يفضل بنفس درجة الغامق عندي. لو الأرضية اللي أنا بشتغل عليها، أنا بتكلم على شغل الجدران والأسقف، لو الأرضية اللي أنا بشتغل عليها غامقة فأنا مش هستغنى عن اللون الأبيض. طبعا هتكلم دلوقتي على طريقة خلط اللون، بس نعرف الطريقة الأول وبعدين نتكلم على طريقة خلط اللون. أما لو الأرضية لونها فاتح، أنا هبدأ أستفيد من درجة الفاتح اللي موجودة في لون الأرضية. أنا زي ما قلت لك في درجة المكان الفاتح هبدأ أرمي تاتش الأبيض، بيساعد على تجسيم العمل ويظهره أكتر. ده بيكون الشكل العام للرسمة. حددت اتجاه الغامق وبدأت أشتغل. في فيديوهات موجودة على القناة هتلاقي الشكل الروماني بيختلف تماما، تسريح الألوان سواء كانت أكريليك أو ألوان زيت بيختلف تماما، ولكن إحنا بنتكلم على طريقة الأداء. طيب، فيه حاجات مهمة زي تركيب اللون مثلا. لو افترضت ان اللون الاساسي عندي او اللون الغالب اللي انا هشتغل بيه اللي هو البني ودرجاته والبيجات، وده بيبقى اغلب الالوان وبتمشي مع درجات كتير اللي هو درجات البني. طيب، يبقى انا عندي الاساس اللون اللي هو البني، واساس تاني اللون اللي هو الاصفر اكسيد. بتختلف بقى النسب، بتختلف النسب، النقطة دي مهمة في تركيب اللون، لان انت لو عملت اللون مظبوط خلاص بيأثر على شكل الرسمة وبيفرق يعني، مش أي لون وخلاص يعني. لو جبت لون بني من الأنبوبة على طول بلاش، ما فيش مشكلة، بس ما حسيتش بقوة في اللون، ما حسيتش إن اللون ده. دايما حاول إن أنت وأنت بتشتغل اللون اللي أنت بتشتغل بيه ما تقدرش تقول هو بني، هو أصفر أكسيد، هو ناحية الخضار شوية، هو ناحية الزرق شوية، هو قالب على برتقاني شوية. يعني دايما خلي اللي يشوف الألوان اللي أنت بتركبها يحتار في تركيب اللون. فالاساس عندي قلت البني والاصفر اكسيد، وبتبدا ان انت الدرجتين دول بتتحكم في النسب حسب المكان. انت محتاج اللون يروح ناحيه البني فبتزود نسبه البني، محتاج الاصفر اكسيد هو اللي يبقى ظاهر اكتر، يبقى النسبه كتيره الاصفر اكسيد وبشعر بني. طيب، عايز اللون وسط خلاص بحط 50% و50%، ده بالنسبه لتركيب اللون. طيب، هو بني واصفر اكسيد بس؟ لا، الابيض لازم تحط ابيض نسبه مش قليله، على طبعا مش النص ولا التلت، يعني لو هم الثلاث الوان دول مش تلت الكميه، اقل من تلت الكميه، بس الابيض مهم جدا لضبط اللون. شعريه اسود صغيره جدا برضو مهمه في دمج اللون. اخر حاجه شعريه صغيره جدا ازرق او اخضر، ده تركيب اللون. وبتبدا انت بقى لو بتنوع في اشكال الورق، عايز ورقه تبقى قريبه من الذهبي شويه، بتستعمل الاصفر اللي هو الكناري مع الاصفر الاكسيد، بتزود نسبتهم الاثنين في الالوان. بتعمل مثلا ورقه خضراء الروماني لما بتطعم معاه اللون اللي هو الزيتي شويه بيبقى حلو جدا في الورق الروماني مع البني،
بتبدأ أنت الدرجة، أهم حاجة الأساس عندك اللي هي درجة البني، قلنا 50% مثلا أصفر أوكر و50% البني، أنا كده عملت اللون الأساسي. بعد كده ببدأ إن أنا أضيف الأبيض وأضيف اللي هي شعرية الأسود وشعرية الأزرق أو أخضر، وكده اللون جاهز عندي للعمل. ده بالنسبة لتركيب اللون. موضوع المناظر الطبيعية طبعا كبير، هنخصص له إن شاء الله حلقة كاملة. عايز النهاردة أركز على موضوع الرمانة، وأحاول إن شاء الله يبقى فيه درس نشتغل بالألوان مباشر على لوحة أو قماش مثلا. موضوع اللي عايز أأكد عليه موضوع الظل والضوء. ظل وضوء دايما تمشيه في أي رسمة أو أي تصميم انت بتعمله بيفرق جامد. يعني انا بشتغل روماني او ترومبلوي مثلا، مش هينفع ان انا ارسم والون وبس، او الون ساده خلاص. انت المفروض ان انت بتسعى ان انت تعمل شغل احترافي. طول ما انت حاطط في دماغك ان انت عايز تعمل شغل احترافي، دايما مع الوقت بتعلي في مستواك من خلال استخدامك لتقنيات الالوان، ازاي ان انت تستغل الالوان وتبدا تطلع احسن حاجه موجوده في اللون. بس وكنت أتمنى الناس تشارك، مفيش حد بيشارك، مفيش مشاهدات، مفيش تعليقات، فهنضطر آسف إني ننهي هذا البث.